بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، احتفل العمال بالأمس بيومهم العالمي في كل أصقاع الأرض، وهي مناسبة في الأول من شهر مايو من كل عام، ليتحدث الناس فيها عن قضية الشغل وعن قضية العاملين وعن حقوق هؤلاء العاملين وعن خطورة القضايا الاجتماعية والاقتصادية على الناس بصفة عامة. وجميل جدا أن يكون للناس أيام يتذاكرون فيها أحوال كل شرائح المجتمع من أجل النظر في هذه القضايا ومن أجل طرح الحلول للمشاكل التي يعيش فيها الناس، خصوصا وأننا نحن المسلمين لدينا دين، لدينا قرآن، لدينا سنة نبوية، لدينا شريعة فقهية كبيرة تؤطر كل قضايا المجتمع. ليست هنالك قضية من قضايا الناس إلا ويمكن أن تجد معالجة لها في إطار الشريعة الإسلامية. لذلك بالنسبة لنا نحن المسلمين، من كان يرضى بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، فلا مجال لأن يطرح التساؤل: هل الإسلام هو الحل؟ هذا الشعار رفع ونوقش مناقشة طويلة، وما زال الناس يطرحونه بحدة: هل يمكن أن يكون الإسلام حلاً، أو هل يمكن أن يكون في الإسلام الحل لقضايا الناس ولقضايا الأمة؟ هذا السؤال في الحقيقة لا يطرحه مسلم أصلاً، لأنه محسوب في الآية التي نتلوها في كل خطبة في قول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام ديناً. رضيت لكم الإسلام ديناً، الدين في اللغة بمعنى الطريقة، أي رضي الله عز وجل لنا الإسلام منهج حياة، طريقة نمشي عليها في هذه الحياة. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي الشريعة لم تنزل من أجل أن تلوكها الألسنة، أو من أجل أن يتناقش فيها الناس هل هي صالحة أو غير صالحة، وإنما نزلت هذه الشريعة من أجل أن تكون حاكمة. دعونا ننظر فيما قدمته هذه الشريعة في قضايا العمال والأعمال. هذه الشريعة منذ أن جاءت في أول يوم، سواء من خلال قرآنها الذي نزلت به أو من خلال نبيها الأعظم صلى الله عليه وسلم، جاءت بتوجيهات كبيرة في قضية ما يتعلق بالعمال، في قضية ما يتعلق بالعمل، في التحفيز والتشجيع على العمل أولاً. وهذا مشكل لدى الناس اليوم، العمال ذاك من غير العمال، العاطلون الذين لا يشتغلون أصلاً، هؤلاء للأسف لم يجدوا بعد يوماً يتحدث فيه عنهم، وهؤلاء مصيبتهم أكبر بكثير. إذا كان الناس في يوم العمال يتحدثون عن الأجور الهزيلة أو عن عدم كفاية الأجور لسد حاجات الناس،
التي كثرت، فإن هؤلاء الذين لا يشتغلون أصلاً مشكلتهم أكبر. أما الأرامل والأيتام والفقراء فهؤلاء حدث عنهم ولا حرج. إسلامنا منذ أن جاء وضع نصب عينيه هؤلاء الناس، وضع نصب عينيه الفقراء والمحتاجين، حتى إن بعض أصحاب رؤوس الأموال في ذلك الزمان وفي كل زمان يتصورون أن الدين صناعة من الفقراء. الثلاثين من العمر وربما الأربعين أحيانا، وما زال ينتظر وما زال عالة على أسرته. الإسلام يشجع في اتجاه الدفع بتشغيل الناس، فإذا لم تستطع الأمة أن تشغل كل شبابها فواجب الشباب أن يأخذوا بالمبادرة وأن يجتهدوا في كسب رزقهم. إذا لم يكن، هذه قاعدة في الحياة أيها الشباب، إذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. إذا لم يكن ما تريد، كل الشباب يطمحون في وظيفة جيدة، كل الشباب يطمحون في دخل 10,000 درهم في الشهر أو يزيد، ومكتب مريح مكيف وسيارة فارهة، كل الناس يطمحون إلى هذا. لكن في انتظار أن تصل إلى هذه المرحلة لا معنى للانتظار، لا تنتظر، وإنما يحاول الإنسان أن يكدح، يحاول الإنسان أن يعمل. إذا لم تتيسر ظروف العمل الملائم لشهادتك أو الملائم لقدراتك فلا بد أن تشتغل حتى لو كان أدنى من مستواك. ودرهم بكرامة أفضل من 10 دراهم ولكن بمذلة. نعم، هذا ما يشجع عليه الإسلام. ذلكم الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه العطاء فقال له: أما في بيتك شيء؟ لاحظوا أيها الشباب، مهم جدا أن يتعلم الإنسان البحث عن العمل وأن يجتهد ويكدح، وأحيانا سيدرك بعد زمن معين أن ما اختاره الله عز وجل له أفضل مما كان هو قد اختاره لنفسه. كم من شباب طرقوا أبواب الوظيفة العمومية واجتهدوا ووقع لهم ما وقع، وبعد أن سئموا ذهبوا إلى أعمال خاصة، أعمال شخصية، بدأوا بتجارة خفيفة فإذا بهم يبلغون مبلغا كبيرا، ثم بعد ذلك صاروا يتحدثون ويحمدون الله أنه لم يكتب لهم ذلك العمل الذي كانوا يتصورون أنه الأفضل. أنا لا أريد أن أقول لكم إنه ليس من حق الإنسان أن يشغل، لا، وإنما أريد أن أقول إذا لم يكن ولم تصل إلى ما تطمح إليه فلا معنى للانتظار. هذا الصحابي الجليل، الصحابي الجليل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تجد في بيتك شيئا؟ لاحظوا توجيه النبي عليه السلام. ما أحوج الدول المسلمة اليوم، خصوصا المسلمة،
إلى أن تأخذ هذا الحديث وتفهمه وتنزله على أرض الواقع. تشجيع الشباب على العمل، تشجيع الشباب على فتح المشاريع. المسلمون للأسف حتى إذا أرادوا تشجيع الشباب بالمشاريع الصغرى والمتوسطة يقيدونهم بالقروض وبالربا، فيبدأ حياته وهو يفكر ليس في الربح وإنما في استجماع ما سيدفعه للمؤسسة البنكية، وهذا شيء غير صالح خصوصا في هذا الزمان، في زمان الكساد، كساد التجارات والأعمال، وتدفع لإنسان مالا ثم تنتظر منه أن يعطيك الضرائب وأن يعطيك الزيادات وأن يرد الربا. لا، ليس هذا هو الحل. النبي صلى الله عليه وسلم يدفع في اتجاه تشغيل هؤلاء الشباب. قال له: ألا تجد في بيتك شيئا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولا شيء؟ قال: إنما هو حلس نلبس بعضه ونفرش بعضه، أي عبارة عن كساء وقعب يشربون فيه الماء. قال له: ائتني بهما. فأتاه بهما فرفعهما صلى الله عليه وسلم في المزاد. لاحظوا هنا أمرا مهما، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر خازن المال بأن يخرج دريهمات ويدفعها للرجل من أجل أن يطعم بها أهله، فيقول له: اذهب أطعم بها أهلك. لكن لا، يريد منه أن يتعلم كسب رزقه بيده. وقد كان نبي الله داود كما قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي الله داود يأكل من كد يده، إن أفضل ما أكل المسلم من كد يده، أي من عرقه وعمله. وقد كان نبي الله داود يأكل من كد يده، فلذلك أراد أن يعلمه العمل والكسب، فقال له: ائتني بهما. فرفعهما في المزاد. من يدفع؟ فدفع أحدهم مبلغا معينا، ثم قال: من يدفع؟ أي يريد أن يرفع القيمة، وإن كانت تلك البضاعة لا تساوي تلك القيمة. فأخذ يرفع السعر إلى أن وصل إلى مستوى معين، فقال له: اذهب بهذا الجزء أطعم به أهلك، وبهذا الجزء اشتري به فأسا وأتني به. فذهب الرجل واشترى فأسا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعود فوضعه في تلك الفأس. وهنا يتحدث أصحاب الاقتصاد عن وسائل الإنتاج وعن العمالة الرخيصة وعن إيجاد المواد الخام بأقل ثمن ممكن، هذه أشياء كلها داخلة في هذا الجزء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العود ووضعه في هذه الفأس وأعطاه الرجل، وقال له: اذهب واحتطب، ولا أرينك 15 يوما، لا أحب أن أراك 15 يوما. فذهب الرجل وصار يبيع ويشتري، وبعد 15 يوما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضاعف رأس ماله 10 مرات. في الأول كان عنده درهم واحد به اشترى الفأس، لكن بعد 15 يوما صارت عنده 10. هل نستطيع أن نحفز الاستثمار اليوم لدى الشباب العاطل، لدى الشباب الباحث عن العمل؟ هل نستطيع أن نوفر لهم ما وفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسائل بسيطة؟ أنا لا أتحدث عن الاحتطاب، الاحتطاب كان صالحا في البوادي. اليوم عندنا أشغال كثيرة يمكن أن يشتغل فيها الشباب أو يشغل فيها الشباب، ولكن بمد يد المساعدة من أجل أن يشعر هذا الشاب باستقلاليته وأنه يمكن أن يكون لديه مال في جيبه كما الناس، وأنه لا يجد معرة كل صباح من أجل أن يأخذ من أبيه 20 درهما أو 50. هذا هو الإسلام. فعندما جاء الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم لديك يا فلان؟ قال: إن لي 10 يا رسول الله. قال: أهكذا خير أم أن تأتي المسألة يوم القيامة في وجهك؟ بمعنى ما الأفضل؟ أنك الآن اكتسبت واجتهدت وعرقت وسهرت وجئت بمال، أو أن تنتظر دائما وتمد يدك دائما، وبدل أن تمد لك اليد بالعطاء ربما مدت إليك اليد بالأذى. لذلك الإسلام يشجع على العمل. ثم بعد ذلك إسلامنا يشجع على دفع الحقوق
لأصحابها. لا بد من دفع الحقوق، الأجور. الناس يتحدثون عن الأجراء عندما يشتغل الإنسان لدى إنسان آخر. والله أحيانا تتساءل، أين الإنسانية؟ أين الإسلام؟ أين الأخوة الدينية؟ الأغنياء نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم، لا نحسد أحدا، ولكن ما معنى أن يكون دخلك بالملايين وأولئك العمال الذين يشتغلون معك في الشركة أو في المؤسسة تبخل عليهم بأجرة بألفي درهم أو 3000؟ والله للأسف هذا ما هو واقع فيه، لا أعمم، ولكن هذا ما هو واقع. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ أنت لا تدفع له إحسانا، أنت لا تعطيه صدقة، إنما هو أجير عندك، اشتغل وقام بالعمل. لكن هنا أريد أن أنبه على شيء لا ينتبه الناس إليه في يوم العمال، وهو أنهم إنما يتحدثون عن الحقوق لكن لا يتحدثون عن الواجبات. هل رأيتم بالأمس في العالم كله من خرج يقول إن من حق أرباب الأعمال على العمال أن يخلصوا لهم في العمل وأن يجتهدوا وأن لا يضيعوا له شيئا من ممتلكاتهم؟ ما وجدنا شيئا من هذا. الإسلام يعلمنا عندما نسأل عن حقوقنا أن نسأل عن واجباتنا أيضا. في الحديث، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذا بين الله وعبيده، وكذلك بين الناس بعضهم مع بعض. أنت عندما تدخل عملا، عندما توقع عقدا مع الدولة أو مع شركة أو أي مؤسسة، فإنك توقع على عقد، هذا العقد فيه بموجب العمل الفلاني الساعات الفلانية والعمل المحدد بكذا وكذا يتقاضى أجرة كذا وكذا. لكن المشكل أن الناس إنما يسألون عن الأجرة كم بلغت ومتى ترتفع، وهذا حقهم. لكن هل رأيت موظفا يسألك عن أوقات العمل؟ الواقع أنك لو ذهبت لكثير من الإدارات لوجدتها خاوية على عروشها فارغة. ثم بعد ذلك يتساءل الناس عن الرفع في الأجور. جميل أن تطالب بالرفع من الأجرة، لكن أخلص لأمتك في عملك. لا يقبل منك أن ترى في وقت العمل إلا في مكتبك. هذا هو الحق المر للأسف، هذا هو الحق المر الذي لا يقبله كثير من الناس، كثير من الموظفين والمشغلين والأجراء. تجده يأتيك، يأتي مع الساعة 10، ثم في الساعة 11 وكأنما أنهى عمله، ويخرج إما في مقهى وإما في مكان معين، وفي أحيانا في العشي لا تكاد تجد أحدا في إدارة ولا في مؤسسة. كيف تنهض الأمة؟ كيف تنهض الأمة بحقوق دون واجبات؟ الإسلام يعلمنا أن نطالب بحقوقنا، ولكن على أساس أن نقوم بالواجبات التي أوجب الله عز وجل علينا أو التي وقعنا عليها. وقعت عقد عمل من الساعة 9 إلى 4، معنى ذلك أن هذا وقت إدارة، أن هذا وقت عمل، وأن أجرتك على حسب ذلك. أين الورع؟ أين الورع؟ والله أعرف شخصا رحمة الله عليه كان يعلم الأطفال في روضة الأطفال، وكان يتقاضى دريهمات يسيرة جدا، يسيرة جدا، ولكنه في يوم من الأيام جمع الأطفال في نهاية الأسبوع. تعرفون أن الناس كانوا يدفعون لهؤلاء درهما في الأسبوع أو أقل من ذلك، فجمعهم وفي يوم الأربعاء أرد لهم شيئا من ذلك الدرهم. فسأل الناس أولادهم، لماذا رد لكم الشيخ هذه السنتيمات؟ قالوا لأنه تغيب ساعة من ساعات عمله وخشي أن يأكل الحرام في ذلك، مع أن أجرته زهيدة جدا. لأن البعض يبرر الغش ويبرر الغياب بأن الأجرة هزيلة. هزالة الأجرة لا دخل لها في ضبط العمل. لك أن تطالب بالرفع من الأجرة، نعم، لكن
ما دمت قد رضيت بذلك العمل وقبلت بتلك الأجرة ووقعت بأصابعك دون أن يوقع بالنيابة عنك أحد، فلا حق لك في أن تتملص من العمل. طالب بحقوقك ولكن قم بواجباتك. هذه توجيهات إسلامية في مجال الأعمال. ثم أيها الإخوة، أمر آخر مهم للغاية، وهو أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. هنالك أنظمة تشريعية إسلامية، لو قرأتم الفقه الإسلامي، الذين يدرسون في كليات الاقتصاد لو كان لديهم من يدرسهم الاقتصاد الشرعي، الفقه الإسلامي في أبواب المعاملات، تجدون أن هنالك أبواباً لو طبقت في واقع الناس المعاصر اليوم لأعطت نتائج غريبة جداً في مجال الاستثمار وفي مجال تشغيل الشباب. أعطيكم فقط نموذجاً أو نموذجين. في الفقه الإسلامي عندنا ما يعرف بالشركات، والشركات في الفقه الإسلامي أنواع، منها شركة المضاربة، فقط هذا النموذج. ما معنى شركة المضاربة؟ شركة المضاربة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لاحظوا هذه المسألة، خديجة كانت ثرية لها مال، لكنها لا تستطيع الضرب في الأرض، لا تستطيع السفر إلى الشام واليمن من أجل رحلتي الشتاء والصيف، لا تستطيع أن تزاحم الرجال في الأسواق في البيع والشراء، لكن لها ثروة ومال. محمد صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك، نشأ فقيرا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى. بماذا أغناه الله؟ أغناه الله بهذه الطرق من المعاملات المشروعة. فكان يشتغل في مال خديجة، هو شاب صلى الله عليه وسلم، فيه أمانة، الأمر يحتاج إلى أمانة، يحتاج إلى خبرة اقتصادية في المعاملات. أما لو أتيت بشاب مفلس وأعطيته ثروة فذهب يشتري بها شيئا أو يزني بها أو يشرب، فلا معنى لذلك. فذهب محمد صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة على أساس ليس قرضا، لا تظنوا أنه كان دينا، لا، لأن الدين في الإسلام يمنع أن يستفيد منه صاحبه شيئا، الدين يجب أن يكون لله. أما القراض أو هذه المضاربة وهذه المعاملات فأنت تدفع المال والشاب يشتغل ويكدح ويعمل وبشروط محددة، ثم بعد ذلك تقتسم معه الربح، ولكنك أيضا تقتسم معه المخاطرة، وهذا هو الفرق بين الربا وبين المعاملات الحلال. لأن الربا وما تقوم به الأبناك أنها تعطي أموالا لكنها لا تنتظر منك إلا زيادة، تنتظر منك أن ترد لها رأس المال وأن ترد لها الربا، وهي الزيادة التي حرمها الله عز وجل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما الإسلام فيقول لا، إذا أعطيتني مالا لأتاجر فيه فإنك لا تعطيني إلا إذا وثقت بي أولا بالصدق بالنزاهة، ولا مجال لإخراج الأخلاق في الاقتصاد. الاقتصاد الإسلامي مبني على الأخلاق، الأخلاق عندنا في الإسلام جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، وجزء لا يتجزأ من السياسة أيضا، وجزء لا يتجزأ من كل مجالات الحياة. هذه صيغة من الصيغ يقوم بها الناس ولا زالوا إلى الآن. تعرفون أن بعض التعاملات الإسلامية في بلاد المشرق الإسلامي، في ماليزيا، في دول شبه الجزيرة العربية، في دول كثيرة، هل تعرفون أنها حققت في العام الماضي بعض هذه المؤسسات حققت أرباحا قياسية تجاوزت 30% زيادة في الأرباح فقط، لأنها تتعامل بهذه التعاملات، تحرك سوق الشغل، سوق العمل، الشباب يندفع للعمل لأنه يعلم أنه يشتغل ليس بأجرة محدودة فقط، وإنما يشتغل بنسبة من الأرباح. وإذا أردت المشغل أو الأجير أن يشتغل بكل طاقته
فلا تدفع له أجرة محددة، ولكن هذا يحتاج إلى ثقة كبيرة، وإنما يعطى نسبة معينة، فإذا بك لا تحتاج إلى مراقبته في الدخول ولا في الخروج ولا في جودة العمل ولا في بيع. هذه أشياء يدرسها أصحاب الاقتصاد، لكنها موجودة عندنا في فقهنا الإسلامي الذي يصفه المتخلفون حقا. والله أنا أقول إنه متخلف من يصف الفقه الإسلامي بالمتخلف أو يصفها بالكتب الصفراء. هذه الكتب الصفراء هي التي تضمنت هذه المعاملات التي وصلت أرقامها اليوم في الاقتصاد المعاصر إلى المليارات، وصار الغرب نفسه الآن، اقرأوا ما يكتب في أوروبا نفسها، يستجلبون هذه التعاملات الإسلامية ويفتحون فروعاً. وما زالت بعض بلاد المسلمين للأسف تتساءل، هل يمكن أن نقبل بالصيغ الإسلامية؟ هل يمكن أن نقبل بالاقتصاد الإسلامي؟ بل يأتيك بعض المخبولين ليقول هل هنالك أصلاً اقتصاد إسلامي؟ هنالك اقتصاد إسلامي مبني على تحريم الربا لأن الربا مدمر، مبني على تحريم الغش لأن الغش مدمر، مبني على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، مبني على ترك الإسراف والتبذير. اقتصاد الإسلام مبني على القرض دون زيادة، دون ربا، ما يسمونه بالفائدة. مبني الاقتصاد الإسلامي على مقاربة طبقات المجتمع بدل هذه الفوارق الفاحشة. في بعض بلاد المسلمين تجد من الناس في شرق البلاد الإسلامية وفي كل البلاد تجد من دخله بمئات الآلاف من الأوروات وليس من الدراهم فقط، وفي نفس البلاد وفي نفس المستوى والمعيشة تجد من يتقاضى دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع. وبعد ذلك نقول نحن مسلمون، هل هذا إسلام؟ لابد من شيء من التقريب بين فئات المجتمع حتى لا يحصل نوع من الحقد. الإسلام ليس شيوعية أو اشتراكية ينادي بالمساواة بين الطبقات، لا، هذا لا يتناسب، لأن الناس يجتهدون، لا يجوز أن نسوي بين المجد الكادح وبين الكسول النائم، لا، ولكن لابد أن تكون الفوارق متقاربة حتى لا يشعر الفقراء أنهم أو أنهم غرباء في بلادهم وفي أوطانهم. هذه أيها الإخوة توجيهات قرآنية، توجيهات نبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الشريعة الإسلامية. يكفي أن تكون لدينا الثقة في شريعتنا والثقة في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هنالك مجال من مجالات الناس إلا وفيه حل من خلال الشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، مجتمعنا الإسلامي في اقتصاده مجتمع الإيثار، بينما المجتمع غير الإسلامي مجتمع الأثرة. وفرق بين الأثرة والإيثار: الأثرة أن تؤثر نفسك، أن تفكر في أسرتك فقط، أن تفكر في مستقبل أولادك فقط، بينما مجتمع الإيثار يفكر في إيثار الآخرين، لقول الله عز وجل في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى إذا لم تصل لمرحلة الإيثار، أن تؤثر غيرك بالفضل، أن تعطي غيرك مما أعطاك الله، على الأقل لا تأكل حقوق الناس، لا تعتدي على حقوق العمال، إذا استأجرت أجيرا فأعطه حقه، وإلا فسيأتي يوم القيامة يطالبك بحقه إذا لم تعطه الأمة حقه في دنياه. هذا إسلامنا يعلمنا العدل
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عود الأراك، لو أنك أخذت من أجيرك شيئا ولو عود أراك، أي لا قيمة له، فإنك تحاسب عليه وتدفعه له، ولن تبرأ ذمتك إلا برد الحقوق إلى أصحابها. ديننا إذن يرعى، يدفع في اتجاه العمل، يدفع في اتجاه تشجيع العمل، يدفع في اتجاه دفع الحقوق لهؤلاء العمال، لأن هذا الإسلام جاء من أجل أن يعيش الناس سعادة الدارين. وقد قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ضلال الناس وشقاء الناس إنما هو حاصل وناتج بسبب بعدهم عن منهج الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحي فينا كتابك، أحي فينا سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم رد بنا إلى شريعتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن المسلمين قد جربوا مذاهب الشرق ومذاهب الغرب وما عاد لهم إلا منهجك، فنسألك اللهم أن تعيدهم إليه وأن تردهم إليه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم اجمع شمل أمة الإسلام في كل مكان. اللهم إن حال أمتنا يسوء الأصدقاء والأعداء، فنسألك اللهم أن ترد بها إلى الرشاد. اللهم رد بأمتنا إلى الرشاد. نسألك اللهم أن ترفع هذه الحالة التي وقعت على هذه الأمة. نسألك اللهم أن تحيي فيها الأخوة والمحبة. نسألك اللهم أن تحيي فيها روح الإخاء حتى تعود أمة واحدة كما قلت يا رب العالمين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في بلاد الشام، واحقن دماءهم في مصر وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهن بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.